بيه مجددا. رسميا قناة ستار تي في تعلن انتهاء مسلسل حكاية جزيرة عند الحلقة 25، أي بعد 3 حلقات من الآن، وليس انخفاض نسبة المشاهدة هي السبب انهاء المسلسل كما هو معتاد في تركيا، ولكن السبب الرئيسي هو انتهاء قصة المسلسل. مسلسل حكاية جزيرة من المسلسلات الصيفية التي ظلت مستمرة حتى الآن وسط مسلسلات الموسم الشتوي المعروفة بقوتها الدرامية القوية. ودعا مسلسل حكاية جزيرة عمل خفيف وحلو مزيج بين الكوميديا والدراما والرومانسية. استمتعنا بثنائي المسلسل ألب وإيتشا، أجمل كابل حقق نجاح بالسوشيال ميديا كما حقق المسلسل المبيعات الخارجية كبيرة. تجربة نجاح للثنائي ألب وإيتشا، نتمنى نشوفهم في أعمال قوية وأجمل في القريب ونتمنى لهم التوفيق. أجمل صور لألب وإيتشا توران. لقطات من الكواليس.